عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم. قدم روحي، أنا شريف القروي، أستاذة تربية موسيقية بالمدرسة الإعدادية الخاصة أمد غزيمة. حبيت نحكي على المسابقة أمد جو تالنت الموسم الثالث. حبيت نشكر الإطار التربوي والإطار الإداري اللي موجود في المدرسة الأمد. حبيت نحكي على المدرسة والمؤسسة هذه، نقول اللي تلامذتنا عندهم برشا مواهب. عنا تأطير من قبل الأساتذة، من قبل النخبة متاع أساتذة في المدرسة متاعنا، في أي ميدان كان، في التعليم، في الرياضة، في الفن، في أي حاجة. تبارك الله عنا صغار عندهم مواهب، نأطروهم ونعلموهم ونوريهم ونصلحوا لهم كيفاش باش يتوجهوا، كيفاش يعملوا برشا حاجات في حياتهم. حبيت نحكي اللي بدأت المسابقة الجمعة اللي فاتت، كانت البداية في تحدي زوز فرق. الفريق الأول كان متكون من زوز أشخاص، ريان بن سالم وأحمد أمين قعلول، كانوا في فريق الإيقاع. فريق آخر كانت روين بن خالد عازف على آلة الجيتار. اليوم المسابقة الثانية باش يشاركوا زوز بنات حلوين محليهم، شهد العيساوي. والمتسابقة الثانية هي نوال جباس. أنا نوال جباس. وين شهد العيساوي؟ نقرأ ويتيام بكات في الكوليج أمد غزيمة. نقرأ ستيام. عمري 13 سنة. عمري 12 سنة. وجيت للراديو باش نغني أغنية فايرن فايرن تاع سامسونج. جيت اليوم باش نقدم موهبتي، موهبتي هي الشعر. وتو باش نخليكم وبديو تسمعوني نغني. خليكم باش تسمعوا الشعر نتاعي تو. في بلاصة صغيرة من عالم يضربوا بها المثل، ثورة شعبها اللي حد منه سالم منه، عالمها لونه أحمر مخلط بالأبيض، أما يقولولها خضرة لين جا نهار مشي شكون يلوش باش يرى خضارها ويذوق هواها ويشبع ويفرح بشميسة نهارها. نهار بدا بصباح بكري، عينين تخزر بالفرحة محلولة، كيف كيف عينين تخزر أما بالدمعة مبلولة. نهار بدا بوجوه حمرة مدورة الدم يدور فيها، وكيف كيف بوجوه حمرة أما تعبة وسخنة الدمعة اللي تغطي عينيها. وقالوا لبعضهم صباح الخير، هيا نمشي ونشوفوا تونس محلاها، تونس الخضرة للعالم يقول ما بهاها. ما زلنا ما شبعناش بنها بالدنيا، في سعمك حالت وترى في برشا أحمر، واللي روحوا من الخدمة دايخين تعبين، والضحكة المزيانة ما زالت مرسومة على وجوههم من نيرة. My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. But then I saw you and I know. Maybe it's cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself in you. I don't say a word, but still you take my breath and see the things I know. There you go, saving me from out of the cold.